حضور مستشار رئيس الجمهورية في التعليم العالي، أقام تحالف الجمعيات المدنية والمنظمات التشادية هذا الحفل لتكريم الرئيس الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو وأمير دولة قطر سعادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نتيجة جهودهما المبذولة في توفير الأمن والسلام بالبلاد. رئيس التحالف أبو بكر محمد عبد الله برغو قال أن طوال 18 شهراً عاش الشعب التشادي في أمن وسلام ووئام مقارنة بالبلدان المجاورة، وذلك بفضل جهود رئيس المرحلة الانتقالية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو. بنكرمه حتى ولو بتليفون للفريق محمد الحاجة اللي عندنا باسمه باسمكم انتو، بنشكروه الفترة اللي فاتت، ونتمنى أن الفترة الجاية برضو الناس تكون حريصة عشان تقدر تحسم الموضوع. 5 شهور يا اخواننا انتوا ادارات عليها وكلكم تعرفون بيوتات، زول يضيفك 3 ايام تقولوا تطبق قفشك فتشيك معك، لكن كونوا 5 شهر ويجب توافق ده برضو الاليانس فقط. كرم الشيخ تميم. عقب ذلك رفع التحالف برقية مساندة لرئيس المرحلة الانتقالية. تقدم بعزيمة الشكر وفائق التقدير للفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة على رئايته الفاعلة في إنجاح وبرنامج الحوار الوطني الشامل السيادي. كما قدمت برقية أخرى لأمير دولة قطر الشقيقة نتيجة لجهوده في إنجاح اتفاقية الدوحة للسلام. يسر التحالف أن يمنحكم جائزة وسام ودرع السلام والأمن والاستقرار لصاحب السمو الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله ورعاه. وإلى جانب لخص عضو التحالف عبد اللطيف علي حسين مختلف الإنجازات التي قدمها الفريق محمد إدريس ديبي إتنو خلال المرحلة الانتقالية الأولى والتي ساهمت بشكل كبير في تخطي البلاد لكافة الصعاب، وتناول أيضا مختلف المشاريع الإنمائية التي نفذت خلال هذه الفترة. هذا وللتذكير سينظم التحالف حفلا كبيرا بالعاصمة القطرية الدوحة يعلن تاريخها في قادم الأيام تكريما لأمير دولة قطر.